السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله جيت باش نكمل معكم باقي المشتريات اللي مازال ما تقسمتها معكم اثناء السفر ديالي. نبداو على بركه الله. اول حاجه هو هذا البلاطو، هذا كيف ما كتشوفوا فيه هذا الطبسيل هنايا ديال الزاج، وعنده هنايا السيبور ديالو في الحديد هكا منقوش. هذا خديته في بيم ثمن تقريبا ما عقلتش على الاثمنه، المهم خديته ما بين 100 درهم و 120 درهم، ما عقلتش بالضبط، المهم في هاد الحدود هادو هكا. ثاني حاجه خديت في بيم وهما هادو، هاد لي غامكان هادو بالمعالق ديالهم، هادو راه تقدروا تدخلو فيهم تدخلو من الفران كما تقدروا تدخلوهم تحطو فيهم لي صوص. هادو خديتهم لو بخي يمكن ديال شي 69 درهم. حاجه اخرى اللي خديت في بيم هي هادو، هاد البونبونيير، ها هي كيف ما كتشوفوا في الصوره، انا شريتها انا من ديمونتي، خصني نمونطيها، هي انا ما شريتهاش في الدبي، لقيتها غير في لارجونتي. هادو ديجا كانوا قدام حطوهم في بيم، وهادي غير لقيتها وسط ديك وسط الماء عند تما وحده اللي لقيت. هادي حتى هي ما عقلتش على لو بري ديالها بشحال كان. المهم انا بحال هادي اختها ملي كتمونطاغ هي في لارجونتي. واو خديت هادي عاوتاني في بيم، حتى هي هاد البونبونيير خديت هادي يمكن كانت بشي 60 درهم، ما عقلتش على الاثمنه، والحاجه الا ما صورتهاش في البلاصه ما كنعقلش على الثمن ديالها. ها هي البونبونيير، شفتوا كيف هادشي؟ صح كادشي زوين. وخديت هادي، هادي الكونفليكس، هي كيف ما كتشوفوا مفتحه باش تفهموها مزيان. هادي زوينه الصراحه، هادي كنت شفتها في اكسيون وندمت علاش ما خديتهاش. وفاش لقيتها في بيم لقيت وحده اللي كاينه وكاع مجروحه كيف ما كتشوفوا، مع ذلك خديتها، قلت ماشي مشكل اللهم ولا بلاش. تمي باش نطلع الكاميرا باش تبان مزيان، وشكل ديالها هنايا كتجي هكذا كتحطها بحال هكا، وهنايا عندها الكاس ديالها، هاد الكويس هذا كتحطو هنايا كتعمروها من الداخل بالكونفليكس، فاش كتبيو كتبداو دورو هذا وتيعطيكم القياس الكونفليكس. المهم كتجي زوينه هو الشكل ديالها فاش عامره باش تفهموها اكثر. هادي خديتها بالبخي ديال 50 درهم، كان هادشي هو اللي خديت في بيم تقريبا. وايكيا، ايكيا ما خديتش فيها شي حاجه كثيره، خديت هادي راه ولات معروفه دابا، هي نورمالمون كتلقاوها مع هادوك ديال الطبله لي ست دو طابل. انا خديت غير وحده، بغيتها غير على حسب نبقى نحط فيها فوقها لي بو والشمع وهذاك الشيء، داكشي علاش خديتها. وخديت هادو راه معروفين باش تتقسموا لي زيطاجير، غير ها هي مونطيه هنايا في التصويره، انا شريتها باقي مجموعه باقي ما ركبتهمش، خديت منهم جوج مازال غادي نمونطيهم. انا واخا هكاك البلاكارات عندي انوريهم لكم دابا، مني اصلا داروهم ليا كنت قلت ليهم باش ما يفرقوش ليا لي زيطاجير بزاف، انا نوريكم دابا باش تفهموا. ها هما شفتوا البنات انا لي بلاكار عندي لي زيطاجير مقاربين، يعني ما عنديش ما كاينش الضياع هنايا، ما بقاش اصلا ما نزيد في لي بلاكار تقريبا كاملين. هادوك خديتهم هي على حسب البلاكارات لتحت هما علاش غادي نحتاجهم، اما د الفوق كاملين لي بلاكار عندي هكذا باش مقسمين بنفس الطريقه هكذا كاملين. في ايكيا عاوتاني خديت هاد لي موبل هادو ديال الصبابط، هما راه جوج ولصقتهم، واحد خديته ب 399 درهم الواحد، كيجيو زويونين وكيهزو، غنوريكم عن قرب باش تفهموا. شتو فيهم دو طاج، فيهم التحت والفوق، كيهزو تبارك الله الصبابط. هادو خديتهم بلو بخي الواحد، خديته بلو بخي ديال 399.
نكمل معكم دابا باقي المشتريات. خديت هذه حتى هي، هذه هي اللي كنت قلت لكم خديت في كواندوشين، هذه عاقله على لو بري ديالها، ودي كانت سولد لقيناها ب 60 درهم في كواندوشين. ها هي باش نجيبها باش نوريها لكم. مبخره صغيره زويونه، هي ديال الزاج وفيها هذا الذهبي. خدينا هي هي غير صغيره، خديناها ب 60 درهم. ونكمل لي زاشا ديال ايكيا، خدينا هاد لي بو هادو حتى هما خديناهم ب كانوا رخاص، عقلت واش شي 12 درهم يمكن، خديت منهم جوج. وخديت هادو ديال الصابون حيت هادوك اللي عندي في الكوزينه بغيت نبدلهم. هادو حتى هما كانوا معطوش 8 درهم ولا 8 درهم ونص، هادو خديتهم رخاص. وهادو حتى هما خديتهم في ايكيا ديال العبار، خديتهم يمكن غير بشي 10 درهم ولا 11 درهم. وخديت هادو ديال الغونجمون، ها هما كيكونوا هما 6، خديتهم بشي 89 درهم. غنحلهم ونوريهم لكم كيفاش كيجيو. 89 باش خديتهم كانوا هادو كيجيو مجموعين هكا، كتحلوهم تسدو هاد السلسلة هادي فيهم هادو فيهم جوج. خديتهم هادو على حساب الموبل ديال الدوش كيعاونك باش تنظم فيه، صراحة زويونين. فيهم هادو جوج، وهاد الكبار هادو فيهم جوج، وهاد الطوال فيهم جوج، كل حاجة فيها جوج. هادو كانوا بالنسبه للمعان، ايكيا ما خديتش فيها بزاف، راه شفتوا شنو خديت كلشي. المهم هادشي اللي خديت. دابا نبارطاجي معكم الحوايج الاخرين اللي مازال ما صورتش لكم. خديت هاد الكاسكيت لبنتي هنايا من اللور مشبكه، ومن هاد القدام فيها نيفر جيف اب، وفيها هاد الغوز من الداخل. هادي قدر خديتها واش بشي 39 ولا مع 29 درهم، لقيتها بخومو. خديت عاوتاني هاد الصبيبات تا هو في ال سي واي كيكي، هذا تا هو كان سولد لان ما بقاوش فيه بزاف. المهم لقيت قدا خديته بلو بري ديال 59 درهم، كان داير 99. بقاو ديما في الصبابط. خديت عاوتاني هاد السبادري هادي لبنتي اللي فيها هاد لي موتيف هادو هكذا زويون الصراحه. خديتها ليها هادي ما كانتش في السولد، خديتها ليها بلو بري ديال 139 درهم. وبنتي الصغيره عاوتاني خديت ليها هادي هكا بالغين سامبل، فيها هذا من هنايا وهاد الوريضه. هادي حتى هي كانت سولد، خديتها ليها بلو بري ديال 69 درهم. خديت عاوتاني لبنتي هاد الصبيبيط هذا موكاسان، تا هو كان سولد، خديتو ليها بلو بخي ديال 69 درهم. بنتي الكبيرة خديت ليها هاد السروال هذا زرق سامبل مقبوط من التحت سولد، خديتو ليها بلو بخي ديال 79 درهم. بالنسبة ليا أنا خديت هاد لاشوميز هادي في النواغ، نتقدا باش نوريها لكم. هاد اللور ديالها فيها كل أوفيسي طالعو فيه هاد الصديفات من اللور، وهنايا من القدام جاية بحال هكدا، فيها هاد الفريفرات هكا غاديين كاملين وهابطين مع ليمونج. معرفتش واش باينة لكم مزيان ولا لا. خديتها حتى هي راه اللون ديالها نواغ بزاف، غير مع الضو كتبان هكذا. خديتها بلو بخي ما عقلتش لان كانت سولد وضرب، لا ما خديتهاش في السولد. هو الا جيتو تشوفوا هنايا كانوا دايرين هاد التيكي غلطوا فيها، لان هنا دايرين الثمن الاصلي 89، شي حاجه مصلدينها وجاو يحطوها هنايا ولقاوها ماشي هي. هادي عقلت عليها ملي مشيت لاكيس لقيتها ما مصولدياش، خديتها بالثمن ديال 209.
خديت هاد السبادري هادي، ما هادي خديتها في كيابي، ما عقلتش على لو بري ديالها، ما كاينش، ولكن عقلت عليها كانت مصول ديالي. المهم ما عقلتش على لو بري ديالها، ها هي كتجي زويونه خفيفه. وتميروهم داك النهار، مشيت تميروهم وصلتش لكم صراحه، حيت لقيتهم تيقادو الطاج الفوقانيه خاويه، كيقادوها كيصلحوها، والتحت هو اللي كانوا خدامين فيه، ما خديت فيه والو ميروهم، خديت فيه غير هذا كخطابل، هذا عادي سامبل البنتي الكبيره، حيت دابا صافي مابقاتش كتبي لي كخطابل ديال هادو لي ديسانيمي وداكشي سامبل، خديت لها في الغوص في هاد الشويه هنايا. راهو في بيم لقيت لي لي صابون ميديكال هكذا سامبل، خديت هذا ما عقلتش على لو بري ديالو. المهم مرطوب لقيتو هذا في بيم، صافي كانوا هادو هما لي زاشا لي بقاو ما بارطاجيتش معكم. يا خليت لكم راحه البال وبسلامه عليكم. بالنسبه للحوايج دابا غنبدا غير نهز ونحط، ما غاديش ندير معكم بالتسلسل. هذا هذا ديالي سروال عادي في البيض، خديته في هذا في ال سي واي كيكي، خديته بلو بري ديال 139 درهم عادي في البيض.